بدم المقتول بكربلاء صارت هاي الأمة بريبة تصرخ ومصيبتها مصيبة ميعاد الغايب شي جيبة يا يوم يعود من الغيبة أين الغائب أين الغائب أين الوارث للأنبياء أين الطالب أين الطالب بدم المقتول بكربلاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل الله سبحانه وتعالى بفضله العميم أن يتقبل من الجميع الطاعات والعبادات والخدمات وأن يكون سيدنا ومولانا الإمام الرضا وأخته كريمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام يشفعون للجميع في حوائج الدنيا والآخرة وأن يكون مولانا بقية الله الحجة ابن الحسن المهدي الموعود عجل الله تعالى فرجه الشريف وصلوات الله عليه يرعى الجميع برعايته. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. أهل البيت هم الوسيلة. رسول الله أمير المؤمنين فاطمة الزهراء الإمام الحسن الإمام الحسين بقية الأئمة الأطهار صلوات الله عليهم أجمعين هم الوسيلة. ابتغوا اطلبوا الله سبحانه وتعالى من غير وسيلة ما يقبل. اتقوا الله وابتغوا إليه إلى الله الوسيلة. توفيق عظيم، شرف رفيع، مكانة عظيمة جدا أن يكون الإنسان يخدم في جوار الإمام الحسين عليه السلام، في جوار أبي الفضل العباس عليه السلام. ناس من أطراف الدنيا يحضرون، بعضهم لمرة واحدة في حياته، ويأخذون من هذه الوسيلة كل شيء للدنيا والآخرة. أما المجاور هناك، أما الذي ولد هناك، أما الذي يعيش هناك، هذا ينبغي أن يكون له نصيب عظيم في الدنيا والآخرة. يحتاج إلى شيء واحد، انتباه إلى هذا الأمر.
التفات إلى هذا الأمر. القرآن الكريم يقول هم درجات عند الله. اللي عاشوا مع الحسين عليه السلام درجات الاستفادة منهم مختلفة. أنتوا أيضا درجاتكم مختلفة، لكن كل واحد يحاول أن يكون هو السابق. القرآن الكريم يقول وفي ذلك فليتنافس لا بالأمر المتنافسون. واحد لا سمح الله البعيد عنكم هذا ما يبالي ما يستفيد، أما أنتم المستفيدون، أنتم المنتبهون إلى هذا الجوار العظيم، أنتم المتنافسون في هذا المضمار الإلهي الكبير. حاولوا تتنافسوا. القرآن يقول يأمر تسابقوا، كل واحد يحاول أن يكون هو السابق، يجد يجتهد. أنقل لكم حديث من الماضي من روايات المروية ومن روايات أهل البيت عليهم السلام، كتاب من الكتب العظيمة والقديمة للشيعة اسمه كامل الزيارات. قبل 1000 سنة تقريبا، أكثر من 1000 سنة، هناك منقول ما أنقله لك طبقا، أنا أنقل بالمضمون. في أيام الإمام الصادق صلوات الله عليه، واحد من المحبين من الموالين عزم على زيارة الحسين عليه السلام. ذاك اليوم كربلاء مو مدينة، كربلاء ما بيها حرام ما بيها ضريح، حتى قبر مرتفع عن الأرض بمقدار أنملة للإمام الحسين ما موجود. الأعداء متسلطون. ما يخلون واحد يجي يبقى هناك فد ليلة يبات عند الحسين، ما يخلون واحد يزور الحسين عليه السلام. الإمام عليه السلام، الإمام الصادق صلوات الله عليه، قال الواحد من اللي راد يزورون، طبعا الظروف مختلفة كانت شدة وأشد وأشد، قال لي روح اغتسل من الفرات، مضمون الرواية، لا تجي إلى زيارة قبر الحسين، لأن يجي رأسا يأخذه وراح بعد خلص بعيد عن قبر الحسين عليه السلام. وانت ماشي وانت رايح إذا صرت أمام القبر على بعد أفرض 0.5 كيلومتر أكثر أقل، من صرت مسامت مقابل للقبر أوقف، وجه وجهك إلى القبر وقل السلام عليك يا أبا عبد الله ورحمة الله وبركاته، وامضي. هذا السلام كم ساعة يطول؟ كم دقيقة يطول؟ 0.5 دقيقة. الإمام يقول لا توقف أكثر من هذا، لأن إذا وقفت بهالاتجاه ولو بعيد عن القبر من بعيد يشوفوك المسلحون
الأعداء يجون ليك يقولون ليش واقف منا؟ ليش دقيقة وقفت بهالاتجاه؟ ايش تقصد؟ أخذه وخلص راح. هذا اللي أدى أنقل لكم على ذاك الزمان. جاء إلى كربلاء إلى زيارة الإمام الحسين. كربلاء أرض جرداء. وصل بالنهار ما يقدر يزور. لازم يجي بالليل في الوقت اللي لا يشوفه أحد. ألقد بالتاريخ قتلوا ناس لأجل زيارة الحسين. ألقد سجنوا. ألقد ظلموا. ألقد ناس راحوا عن أهلهم وما رجعوا. ماكو خبر عنهم إلا عند الله. إلا في الجنة إن شاء الله نكون وتكونون من أهل الجنة. هناك نشوفهم. إجي قريب من قبر الحسين عليه السلام أكو قرية. قريب يعني مو أمتار. دقيق ما أدري أنتو في مدينة كربلاء المقدسة. أتصور حسب ما يستفاد من بعض التواريخ خلف حرم العباس عليه السلام باتجاه الشرق. كانوا سابق يسمون بستان سيرة. مغتسل العلقمي كان هناك. ذيك المنطقة كأنه قرية صغيرة كانت. الرجل اجى في أيام الإمام الصادق بالنهار بوقف هالقرية حتى يصير الليل ويجي يزور الإمام الحسين عليه. صار الليل انتظر حتى يكون الظلام دامس حالك. صار منتصف الليل انتظر حتى اذا اكو حراس اذا اكو ناس عيون في اطراف في الاطراف ينامون يوفون ما ينتبهون. فجاء باتجاه قبر الحسين عليه السلام بعد منتصف الليل في الظلام. قبر كل علامة ما إله كل ضوء ما إله. فهذا اللي يجي يو قبل جاي مرة يو ياخذ علامات من هذا وذاك اللي قبل جايين. يقول له مثلا 200 خطوة منها تروح بعدين تكسر كذا خطوة من هالصوب كذا خطوة من هالصوب. هناك منطقة قبر الحسين عليه السلام وما يشخصها تماما لأن حتى صورة قبر ماكو. اجى وصل قريب منطقة القبر بالظلام. واحد اجى قدامه قال له ارجع. يقول شفته مو عدو كأنه صديق لأن العدو ما يقول له ارجع يلزمه يمسكه. قال ليش؟ قال هسه ما تقدر تزور الحسين. هذا هو رجع للقرية انتظر. صار السحر. يقول اجيت مرة ثانية كل شيء ما مبين ظلام. اجيت وصلت الى نفس المكان واذا بنفس الشخص. قال لي ارجع. قلت له انا جاي ازور الحسين عليه السلام. قال ما تقدر هسه تزور. روح بعدين تعال. قلت له اذا انفلق الصبح وانتشر النور بعد ما اقدر اجي ما اقدر ازور. يشوفوني من بعيد يشوفوني. قال ما تقدر هسه تزور. قلت ليش؟ قال موسى بن عمران على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام ماخذ رخصة من الله الآن هو عند الحسين يزور الحسين. اللهم صل على محمد.
أنبياء الله، كل أنبياء الله يزورون الحسين بإذن من الله، يأخذون رخصة. الراوي يقول سألت الإمام عليه السلام، قلت حتى جده رسول الله؟ قال حتى جده رسول الله. يأخذ رخصة من الله ليزور الحسين. قال موسى بن عمران عند موعد مقرر إلى هذا الوقت، هو في زيارة للحسين عليه السلام، روح. لما راح انت تعال. قلت ليش وقت يروح؟ انا ما اقدر اجي اذا انفلق الفجر. قال روح. قلت ليش وقت يروح؟ قال ما ادري. قلت له انت منو؟ قال انا ملك موكل بهذا المكان. رحت، صار قريب الفجر، بعد الفجر ما طلع. جيت شوية شوية، جيت وصلت للمنطقة، ما حد عارضني. جئت عند الفجر، زرت الحسين سلام الله عليه، وصليت صلاة الصبح هناك، وبالغبش بالظلام رحت. هذه أرض كربلاء، هذا من تاريخ هذه الأرض. الله شقد ما تفضل عليكم أن تعيشون على هذه الأرض. اغتنموها فرصة، أهم فرصة، خصوصا بالنسبة لعملكم هناك. أمران الأمر الأول، على طول ذكروا نفسكم انتوا وين. قلب الدنيا والآخرة هنا، كل شيء من الله سبحانه وتعالى. الإنسان يريد لدنيا لآخرته هناك. الإمام الصادق عليه السلام في الحديث الشريف، مرة صار مريض وطال به المرض 3 سنوات. شاف واحد استأجره، أعطاه كراء كروة، قال له روح إلى كربلاء إلى قبر الحسين صلوات الله عليه، هناك عند قبر الحسين أدعو لي بالشفاء الإمام الصادق. وذهب ودعا له الرجل للإمام عليه السلام بالشفاء، والإمام الصادق شوفي الإمام يقول طال بي المرض 3 سنين، لا كنت أقدر أصوم شهر رمضان، ولا كنت أقدر أقضي حتى يوم واحد. الإمام يقدر يسوي معجزة، بس ما يقدر يسوي معجزة. اغتنموها فرصة، هاي فرصة العمر، فرصة الحياة، فرصة الدنيا والآخرة. هذا فد موضوع مهم، استفيدوا اللحظات، مو الساعات، اللحظات ثمينة عند الله هناك، ليل ونهار. الدقائق ثمينة، الثوان ثمينة. الشيء الثاني، وأنتم كما بلغت مرتبطون بالمضيف. مضيف من؟ مضيف الإمام الحسين. الدنيا كلها ضيوف للإمام الحسين. مضيف أبي الفضل العباس، هذا الأخ وهذا الأخ،
هذول اللي يجوك بهذا الاسم ضيف الإمام الحسين، هذا مو مضيف، هذا اللي يجي يدخل هذا ضيف. زين يوشين هو شنو الآن؟ هذا اللباس عليه لباس الضيف، هذا الاسم عليه اسم الضيف. حاولوا من هذا المعنى أيضا تستفيدون. الناس 99% منهم زينين مؤدبين ملتزمين، إذا فرضا 1% هم عند زايد ناقص اتحملوا لهذا اللباس لهذا الاسم، هذا يزيد من مقامكم عند الإمام الحسين عليه السلام، يزيد من مقامكم عند أبي الفضل العباس عليه السلام. الإمام الصادق صلوات الله عليه قال لواحد من المؤمنين شاف فد مكان قال الحسن، مضمون الحديث الحسن من كل أحد حسن ومنك أحسن لمكانك منا، والقبيح من كل أحد قبيح ومنك أقبح لمكانك منا. الحسن اسم علي حسن، كل واحد يسوي. القبيح اسم علي قبيح، من أي واحد يصدر. أما أنت منتسب إلينا الحسن يكون أحسن منك. ولا سمح الله إذا فد واحد غفل يكون منه أشد. أسأل الله سبحانه وتعالى الذي وفقكم لهذا التوفيق العظيم أن يوفقكم للاستفادة من هذا المكان أكثر وأكثر. إن شاء الله أدعيتكم تكون مستجابة، إن شاء الله ببركة أمير المؤمنين، ببركة الحسين، ببركة أبي الفضل العباس، ببركة مولانا بقية الله عجل الله فرجه الشريف صلوات الله عليه وعلى آبائه الأطهار. إن شاء الله هذه المشكلات تنتهي، وإن شاء الله يستتب الأمن والخير والرفاه والراحة في كل العراق، خصوصا في هذه المدن الأربع المقدسة، النجف، كربلاء، الكاظمية وسامراء. أسأل الله تعالى بهؤلاء الأطهار الأطياب، هؤلاء الوسيلة التي هم وسائل، وسيلة حتى لأبيهم آدم، حتى لأبيهم نوح، حتى لأبيهم إبراهيم، على نبينا وآله وعليهم الصلاة والسلام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل الفرج ويوفق الجميع للاستفادة من ذلك، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم